بحثنا المنهج الموضوعي يثبت مصاهرة علي عليه السلام من عمر رضي الله عنه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عندما نطالع القنوات الفضائية الشيعية وخصوصا تلك التي على المنهج الشيرازي، نراهم يذكرون أن هنالك خلافا كبيرا بين الخلفاء والإمام علي عليه السلام، وللوقوف على صحة هذا الادعاء من الشيرازية أو عدم صحته، علينا في البدء أن نعرف أنه إذا كان لدينا حدث تاريخي وأردنا أن نثبت صحته فأمامنا أسلوبان. الأسلوب الأول أسلوب البحث الإسقاطي، ويقصدون به أن يأتي الباحث بكل شاهد يدعم النتيجة التي يريدها ويؤمن بها، بمعنى أن النتيجة حاضرة قبل البحث، وما يقوم به فقط هو الإتيان بأدلة وشواهد على ما يؤمن به. وهذا اللون من البحث لا قيمة له من الناحية العلمية، ونراه بكثرة عند الذين يحاولون إثبات معتقداتهم الدينية والسياسية كالشيرازية والأخبارية، وما يفعلوه من إسقاط وانتقاء عبر وسائلهم الدعائية. أما الأسلوب الثاني هو أسلوب البحث الموضوعي، وهو أن يقوم الباحث بتجميع كل ما يرتبط بالحدث إيجاباً أو سلباً ويدرسها جميعاً، ثم يتوصل إلى النتائج ويأخذ بها سواء كانت موافقة لما يؤمن به مسبقاً أو لا يؤمن به. وهذا اللون من البحث له قيمة علمية محترمة في الأوساط التي غايتها الحقيقة ولا تنطلق من أيديولوجية عقائدية أو سياسية. فالبحث الموضوعي أثبت أن الخلاف موجود، ولكنه ليس بالتهويل والتضخيم الذي صوره النهج الأخباري الشيرازي، فكثير من الأخبار الواردة ومن مصادر الشيعة تحديداً تؤكد على أن أمير المؤمنين تجاوز الخلاف وساند وعاضد ودعم وأشار ونصح وآزر واهتم لأمر الخلافة الإسلامية والخلفاء رضي الله عنهم. ما دامت تلك الخلافة تدافع عن الإسلام والمسلمين وتنصرهم وتقف بوجه كل اعتداء يستهدف دين الله، سواء أكان اعتداءً خارجياً كاعتداءات الفرس والروم، أو داخلياً كحركات الردة ونشاطات بعض الطلقاء والمنافقين. فالثابت من خلال البحث الموضوعي أنه بعد استتباب الخلافة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كانت العلاقة ودية بين الإمام علي عليه السلام والخلفاء عليهم السلام. ومما يشهد على ذلك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: من مثل عمر ذهب نقي الثوب قليل العيب. وفي قول آخر:
لله بلاء عمر، فلقد قوم الأود وداوى العدد وأقام السنة وخلف الفتنة، وقد تجسدت هذه العلاقة بزواج الخليفة عمر من أم كلثوم الذي أجمعت مصادر الشيعة والسنة على ثبوته ووقوعه. فمصاهرة عمر رضي الله عنه لعلي عليه السلام ثابتة في كتب الحديث والسير والتأريخ والتراجم والرجال والأنساب الشيعية فضلاً عن السنية، بل هي ثابتة في الموروث الفقهي الشيعي فضلاً عن السني. وقد ورد ذلك الزواج في أبواب التزويج والعدة والميراث والصلاة على الجنائز وغيرها، حيث استدل الفقهاء على حكم جواز اعتداد المرأة في بيت زوجها أو أي بيت شاءت، برواية نصها سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت، فقال عليه السلام: بل حيث شاءت. إن عليا عليه السلام لما توفي عمر رضي الله عنه أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. المصادر الكافي للكليني: تهذيب الأحكام للطوسي، الاستبصار للطوسي، إضافة لعشرات المصادر الأخرى التي تثبت هذه الرواية. ومن يقول أن هنالك أخبارا تعارض حصول هذا الزواج كالرواية التي أوردها الراوندي في كتابه الخرائج والجرائح، والتي تذكر أن عليا قد زوج عمر بجنية يهودية ولم يزوجه بأم كلثوم، نقول له أن أي رواية تاريخية ترد إلينا إذا أردنا أن نناقشها بصورة علمية موضوعية فعلينا ملاحظة سندها، متنها، مناسبتها للفترة التاريخية المذكورة. أما بخصوص السند فيتم دراسته في علم الرجال، والمتن يتم دراسته من حيث مدلوله ووجود أو عدم وجود ما يعارضه في روايات أخرى، وحل تلك التعارضات يتم ذلك في علمي الحديث والأصول. بقي عندنا قضية مهمة وهي مناسبة الرواية للحدث التاريخي، فما المقصود بها؟ والجواب أننا أحياناً نجد رواية صحيحة السند ومتنها معقول ولا غرابة فيها، لكن توجد فيها ألفاظ أو حادثة لا تنسجم مع تلك الفترة الزمنية. ولتوضيح ذلك نأخذ هذا المثال: ذكرت بعض الدراسات التاريخية أن المدينة المنورة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بيوتها خالية من الأبواب الخشبية، وانحصر الأمر إما بوجود أبواب من السعف أو بلا أبواب أصلا، بل مجرد ستار. وبناء على هذا القول لا يمكن تعقل الحدث المروي بأن الزهراء عليها السلام تم كسر ضلعها بعصرة الباب،
ومما يؤكد هذا المعنى أننا حين نطالع حديثا صحيحا معتبرا تدور أحداثه في بيت الزهراء عليها السلام كحديث الكساء، لا نجد ذكرا للباب أو طرق الباب أو فتح الباب، بل مجرد دخول للأئمة عليهم السلام من دون أي ذكر للباب. ولذا سنطبق بعض تلك العناصر على خبر جنية الراوندي لنراه هل يصلح في إثبات عدم حصول الزواج. فمن حيث السند فالسند ضعيف لكثرة المجاهيل فيه، فسند حديث الجنية هو عن أبي بصير جدعان بن نصر، حدثنا أبو عبد الله محمد بن مسعدة، حدثنا محمد بن حموي بن إسماعيل الأربنوئي عن أبي عبد الله الزبيني عن عمر بن أذنيه، فإن كل من جدعان ومحمد بن مسعدة والأربنوئي وعبد الله هم مجاهيل لا يعلم أهم إنس أم جن من الفضاء أم من الخيال. فمن حيث سند تلك الرواية فهو ساقط باطل. أما من حيث المتن فالمتن غريب عجيب مرفوض، فينص إن أمير المؤمنين زوج فلانا ابنته أم كلثوم وكان متكئا فجلس وقال وتقبلون أن عليا أنكح فلانا ابنته؟ أما كان أمير المؤمنين عليه السلام أن يقدر أن يحول بينه وبينها فينقذها كذبوا لم يكن ما قالوا، إلى أن قال أرسل أمير المؤمنين عليه السلام إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بن جريرة فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها إلى رجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بيت من بني هاشم. والآن نخاطب عقول ذوي العقول ونقول بنفس منطق الشاعر والكاتب والكاذب الذي كذب على إمامنا الصادق في هذه الرواية، فنقول أتقبلون أن عليا يلتجئ للسحر والجن والشعوذة؟ أتقبلون أن عليا يرضى بأن يقال عن أهل بيته ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم؟ أما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقدر أن يحول بينها وبينه فينقذها بغير أساليب الدجل والسحر والشعوذة، وبهذا يثبت الزواج وتسقط كل الأخبار التي تنفيه حتى تلك التي تقول بأنه فرج غصبناه، لأنه ما دام الزواج قد حصل وإن أي زواج وكما هو ثابت في كل كتب الفقه لا يصح ولا يثبت ولا يترتب عليه أي أثر إلا بعد موافقة الزوج وولي أمرها الزوجة وولي أمرها وموافقة الزوج، فالزواج إيجاب وقبول، وإذا حصل الإيجاب والقبول فتترتب كل أحكام الزوجية على هذا الزواج. وفي الختام نقول إن فرقنا عن الآخرين أننا لا نصدق بكل خبر يرد ولا نعتقد بأي عقيدة إلا التي يثبتها الدليل والبرهان، والحمد لله رب العالمين.